كمان علاقة الملفات، جونية المشاكل العراقية ذات الخصوصية الأبدية دائما حاضرة بقوة على طاولة النقاش. ودائما مثل ما أكو ملفات بالتأكيد في الجانب الآخر هناك تفاؤل وهناك عزيمة وهناك إصرار وهناك إرادة لتغيير واقع هذه المشاكل، هذه الملفات اللي أنا دائما أقول أنها لا تشبه العمق الحضاري والتاريخي وحجم ثروات العراق وما يمتلكه عراقنا من كفاءات ومن رجال تواقين لتغيير صور واقع المجتمع العراقي. دائما ننتقل من محطة إلى محطة أخرى، تارة في البعد الأمني، تارة في البعد السياسي الاجتماعي الرياضي. كل المشاكل الموجودة في العراق احنا نطرحها على هذه الطاولة، نستعرض كل تفاصيلها بكل دقة وبكل إعلامية. كل هذا من أجل أن نستمع لآرائكم، لأن آرائكم بالتأكيد دائما ما نتحول بها إلى النقاط نضعها سوية على أحرف هذه المغثات وهذه المشاكل. طبعا كل مؤسسات ودوائر ووزارات الدولة العراقية، كل القرارات أو أغلب القرارات العراقية وضعت الإنسان العراقي في نقطة ضوء. كل المناطق اللي حواليه مناطق مظلمة، وبالتأكيد الرشقات والدفرات وما أعرف البوكسات تأتي لهذا المواطن البريء اللي دائما ما يدفع ثمن هذه الأخطاء، تأتي بلا رحمة بلا هوادة ومن كل الاتجاهات، تارة بعينه وتارة على قولة أهلنا بقفاه، ما أن فكر من اجت الضربة على عينه راح يلتفت بالتأكيد وتجي دفرة من الخلف. أنا دائما أقول كل هذه الأخطاء برمتها منذ سقوط السنة 2003 إلى يومنا هذا جعلت من المواطن العراقي في مهب الريح أمام تيارات وعواصف هوائية تقلع الأشجار من جذورها. فما يهمنا هو المواطن العراقي، ما يهمنا هو أن نحكي بلسان وطني شريف إن شاء الله. وبالتأكيد مثل ما عودتكم شاشة قناة بلاد الفضائية دائما ما تقترب بحيادية وبإنصاف من كل هذه المظلوميات. لا أريد أن أطيل بدباجة المقدمة، خلونا نعرف يا مغثة من المغثات اللي اليوم طلعناها من هذه العلاقة اللي دائما أنا أجيبها وياي. اليوم راح نستعرض المشاكل التي لا ولن تنتهي في عالم مديرية المرور العام. اليوم العنوان المرور مشاكل لا تنتهي، بدءا من هذه الشوارع، الحوادث، إلى وصلنا موضوعات تتصل بموضوعات المرور، يعني فيما يخص المكاتبة والمعاملة، الأجزاء الورقية الإلكترونية. قد يكون إحنا اليوم راح نخصص في الجزء الثالث، اليوم خلونا نقسم الحلقة إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأخير يعني الثالث راح نتحدث عن التجربة العالمية خصوصا لدى فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم السير وفي وضع الكاميرات والقوانين الصارمة الرادعة التي من خلالها وضعوا أكثر من 99% من سبل الأمان في شوارعهم. إحنا للأسف الشديد وضعنا 1000% من سبل الموت وسبل الدمار في شوارعنا، أم التخسفات يعني أم الطسات واللي دائما سايد واحد وماكو علامات مرورية وهل مجرى، والذكر عن كل هذه المشاكل كل هذه الأخطاء الموجودة بالنسبة للنظام المروري في العراق. خلونا هسه اليوم طبعا بالتأكيد هواتف البرنامج سوف تظهر أسفل الشاشة وراح يسجلون هذه الأرقام، وقبل لا تسجلون مركباتكم مديرية المرور العامة أتمنى تسجلون أصواتكم في هذه الحلقة وخلونا نتفاعل سوية، عسانا أن نوجه
جملة من الرسائل إلى مكاتب المسؤولين. رب سائل يسأل قد يكون أنه هذا الموضوع يعني هناك من يتحدث على أنه موضوع غير هام، هذا الموضوع هو موجود ومثار جدل وعنوان بارز في لسان كل عائلة عراقية، خصوصا بعد ما اندخلت الملايين من السيارات. أنا في حلقة سابقة تحدثت عن الرياضة، قلت الرياضة عصب الحياة، رقي وتطور وحضارة كل بلد بالعالم تقاس من خلال الرياضة. كل سائح في المعمورة عندما يأتي إلى العراق، وإن قلت أعدادهم بسبب الظروف الأمنية، ولكن أي شخص عندما يزور أي بلد، النظرة الأولية اللي من خلالها راح يبني تصوراته على رقي وتحضر هذا البلد من خلال الشارع، أي من خلال المرور. خلونا اليوم في هذه الحلقة اللي عمرها 53 دقيقة، بالتأكيد اليوم أكثر من مليون غصة، مو بس 53 ألف غصة في قلبي وقلب كل عراقي شريف عندما يستعرض ويقلب ورقات كتاب مديرية المرور العامة. اليوم عنواننا المرور مشاكل لا تنتهي. خلونا اليوم قبل لا ننتقل للاستطلاع الذي أجراه زميلنا المبدع أسعد زلزلي، خلونا نأخذ فد جزئية من الجزئيات الموجودة، إن كان في الجزء الأول، البارت الأول أو الثاني أو الثالث في حلقة هذا اليوم. اليوم راح نتحدث عن وصولات المرور. أنت تشتري سيارة من شخص، هذا الشخص السيارة رقمها بغداد وباسمه، من تشتريها من عدة راح المرور ينطيك وصل، هذا الوصل عمره شهر كامل. رب سائل يسأل ليش مو 3 أشهر، خصوصا والعراق هذه التقلبات الأمنية والسياسية وقطع الشوارع وما أكثر العطل وما أكثر المشاكل الموجودة داخل مديرية المرور العامة أثناء التحويل اللي أنت لازم تحسبها من 35 ألف إلى 5000 إلى 10000، ما أعرف غرامة وحاسبة وبعض التفاصيل تعطي 65 ألف دينار. الطامة الكبرى أنه أنت يطالبونك بفحص، الفحص مو موجود بنفس المديرية، يعني إذا في منطقة الكاظمية يدزونك قد يكون البلديات، أو يدزونك ما أعرف لأبوتشير أو للطوبتشي، ما هي مديرية كبيرة جدا أخصص قسم للفحص. هذا أولا. هسا خل نجي عن الفرع وننتقل للشرع. هسا بالنسبة للفرع يقول يعني إحنا آمنا بمصايبكم يا مديرية المرور العامة يا الدولة العراقية، ورضينا أنه سيارة تنفحص أكثر من مرة وإن كانت مفحوصة، يخلوا قسم الفحص موجود في داخل المديرية نفسها. هسا هذا ما رضوا به، خلونا نعترض على المشروع أساسا. ما هي السيارة اللي أنا اشتريتها من فلان الفلاني اللي هو عراق وجنسيته عراقية وسيارة باسمه مفحوصة، قد يكون هو مشتريها ومسجلها باسمه قبل شهر، شنو الداعي أنه أنا أرجع مرة ثانية أفحصها؟ شنو السيارة يعني ما أعرف راحت للبرازيل ورجعت للعراق؟ ما هي في العراق؟ هذا دليل على أنه كل يعني التصورات وكل القرارات، كل ممارساتنا في مؤسسات الدولة العراقية هي مغلوطة، هي خاطئة، ودائما ما تزيد الطين بلة، ودائما ما هي تكون عراقيل أمام نجاح معاملات أو إكمال المواطنين لمعاملاتهم. والله يعني أنا خلونا أخذ الجزئية الثانية. يعني في إقليم كردستان ما شاء الله الإخوان هناك ما أعرف تصرفاتهم، دائما ما يعني تنطينا فرد إعاز على أنهم دولة مستقلة وما لهم أي علاقة في المركز، ما لهم أي علاقة في الجنوب، ما لهم أي علاقة من الموصل وأنزل إلى البصرة عدا محافظاتهم الثلاث. فبالتالي هناك سيارات سجلت يعني بمحافظاتهم أربيل أو دهوك أو سليمانية. الطامة الكبرى أنه ماكو توافق بين ما تريده حكومة المركز وما تريده حكومة إقليم كردستان. هذا أيضا راح يقودنا للحديث عن مشكلة السيارات الموجودة في بغداد في المحافظات الأخرى اللي هي أربيلية أو في سليمانية أو برقم دهوك. لحد هذه اللحظة يمشون بسنوية ورقية وماكو أي رؤى وأي قرار صارم من المركز بالتعاون مع إقليم كردستان لحل هذه المشكلة. أيضا راح نتحدث عن صقر بغداد.
هذا القرار الرامي لزيادة الأمن في بغداد ومعرفة السيارات الموجودة في هذه المحافظة، وأيضا الكثير مما موجود من أخطاء ومن صور مشوهة لحقيقة المرور المثالية اللي كنا نشاهدها في السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضي. أنا دائما أقول الأخطاء والمصائب عادلة في اجتياحها للعراق بعد سقوط الصنم 2003، أنها جلست وقبعت على صدور كل وزارات الدولة العراقية وكل مؤسسات الدولة العراقية. خلونا نروح نشوف هذا الاستطلاع اللي أجراه زميلنا المبدع أسعد الزلزلي بخصوص حلقة وعنوان حلقة هذا اليوم، وبالتأكيد راح نرجع مرة ثانية معكم. طيبة زميلي العزيز وأحبتي المشاهدين، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة التي نتكلم فيها اليوم عن واقع عمل المرور في الشوارع العراقية وطبيعة الإجراءات المختلفة التي يتخذها هذا الجهاز اتجاه المواطنين وأصحاب المركبات، وهل أن المواطنين يجدون الراحة في تعامل المرور أم بالعكس هناك مشاكل وملاحظات سوف نتطرق إليها. أبقوا معنا ونتابع هذه الجولة ولا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يسلمك. ردنا يعني نعرف من عندك تقييمك، شلون نشوف عمل المرور اللي جايز الغرامه؟ والله بالنسبه يعني للي جايز والغرامات جاي ياخذون مبالغ يعني بدون فايده. زين يقول لك تروح تراجع بالمرور، جاي يقول لك شو اسمه مال سبايكر هالقد يقطع منك مبلغ. بالنسبه لل شو اسمه للغرامات تحويل الملكيه وغيره يعني 150-200 ألف. انا ذاك يوم رحت المال الحسينية يقولوا مقفين هسه احنا ما نحول. وبالنسبة تكاتب مكاتبة حرارية هاي المرورية العفو ورا شهر غرامته 300 ألف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الاخبار؟ شلونك؟ الله يحفظك. يعني اريد نعرف من عندك التسائق مركبة، اريد نعرف شنو معاناتك في المرور، عندك مشاكل؟ والله موتونا المرور، ما يخلونا لا نطبق، وين ما نطبق يشحتونا. غرامات الجاي والله غرامات، يعني حتى لو ما تطبق يسجل غرامات بدون سبب. زين من تروح دارة المرور نشوف مشاكل، بنطلع اجازه سنه يشلخون الشلخ ما حد يتحاكي. والله العظيم اذا فلوس الا تطلع فلوس يلا طالبوا من عندك. اي طالبين. هاي يا سيدي ما راح اجزوا سياره الا بفلوس يلا طلعت. الا فلوس يلا تطلع. يشوفك انه انت مثلا صاحب مركبه لخدمه الناس، انت دا تنقل المواطنين، ما حد يعني ما حد ما يقدرون هذا الشيء. مستمرون في هذه الجولة أحبتي المشاهدين، والآن نلتقي بأحد المواطنين وأيضا الشباب. أنا أرتاح من ألتقي بالشباب لأن أنتوا تحشوها بصراحة اليوم. أنت أكيد صاحب سيارة أو يعني تركب وسائل النقل، أريد نعرف من عندك شنو تقييمك لعمل المرور؟ طبعا تقييم العمل المرور بالنسبة نتناوله من جانبين، الجانب الأول بالنسبة للدوائر والجانب الثاني بالنسبة اللي هم بالشارع. بالنسبة بالدوائر يعني تلقى بيروقراطية بالعمل مو طبيعية، بحيث إذا تريد تحول السيارة يدزك من يعني لازم تفتر مناطق بغداد كذا كلها، لو بالكاظمية لو ترجع للبلديات لو بعدين تفحص مدروين والمتانة والأمان. المهم يعني الشخص اللي يريد يحول سيارته لازم يتجول بمناطق بغداد كلها. بالنسبة للشارع، الشارع يعني احنا جايين نعاني بصراحة، السيارات المدنية يعني بين قوسين اللي ما عنده باج، يعني اذا عندك باج ها سواء حكومي او تابع للاحزاب لا انت امورك ماشية، لا تجي غرامة ولا حزام امان وغيرها ولا المصيبة الجديدة مال صقر بغداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسعدك، شلونك؟ حبيبي مية هلبيب. ناخذ رايك انه ما انت صاحب مركبه، شو رايك بمعاملات المرور فيما يخص الاجازه السنويه؟ يعني المرور شلعان قلب شغلتهم. ليش؟ عندك اجازه قصلك واصل ما لابس حزام، يعني بشر هم يدوخ هم تدري الوضع الامني هسه احنا البيه وهاي، يعني المرور مقصرين ويانا حيل. ليش؟ من اي ناحيه؟ يعني تشوف غرامه قناتكم الموقره بان مدير مرور العام مال بغداد يسوي لنا شاره للمرور هنا، وخاصه مساحه التحرير. هسا انا افتريت قال لي قصتك وصل، خليته قصت وصل يعني شغله طبيعي. قصت وصل يعني لين واقف؟ ما لابس حزام. هذا شيء قانوني يعني انت المفروض يحاسبنا انا على الحزام وبالمظلل المدنيه ما يحاسبه. اي
والإجازة تطلع بسهولة؟ لا وينك بسهولة؟ أنا اليوم ما أعرف سوق عادي، ما يعطون إجازة إلا سوق عادي. أي هذا التطور يعني لعتهم. حسب علمي بأنه هذا المشروع صقر بغداد حقيقة هو كان يكون مشروع ناجح، مشروع متكامل، لكن أعتقد أنه صار خلل في هذا المشروع وأدى إلى فشله وتدمر المواطن العراقي من عنده، بسبب أنه كان هناك غرامات و اقتطاع أموال. عدم اقتطاع أموال وغرامات على المواطن بدون أن يجني فائدة من هذا المشروع الحيوي الهام. شكرا. المفروض أن يكون هناك دراسة متطلبات هذا المشروع. أي مشروع له إذا لم يكن له دراسة وفاعلية بين المواطن والمجتمع والدولة يكون فاشلا بنجاح. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. بما أنه أنت مواطن يعني قاعد مركبة وسيلة نقل، ريد نسألك اليوم شلون نشوف عمل المرور؟ والله بصراحة أنا صاحب سيارة وهم تاكسي بالمناسبة عندي بيجو. حقيقة يعني المرور يعني مأذيني. شلون؟ ها يعني مثلا ذاك اليوم صار عندي حادث، واحد عنده سيارة بترول نيسان عالية مال دولة، هو حماية مال المهم على كل فلش سيارتي وشرد وقال لي تعال وراي. والله جيت ركضت وراه وصلت للمرور قلت له ليش ما وقفت؟ يقول لي والله دولة أخاف. سبحان الله يعني وأنا ضررت. هاي هذا جانب. الجانب الآخر يعني مرة أنا أمشي يوم الجمعة يوم كهرمانة وإشارة خضراء غير إحنا نمشي على القانون وإشارة وكذا، طلعت إشارة أسين وقفني المرور قال لي ضارب الإشارة. يا ما ضارب، هاي بعد خضراء همزين. قال لي لا ضارب 5 سنوات و30 ألف. بهذا نكون أحبة المشاهدين وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم واللي استمعنا بها إلى آراء المواطنين وأصحاب المركبات وشكاويهم حول بعض التصرفات التي تصدر من بعض أفراد المرور وأيضا معاناتهم في مراجعاتهم لدوائر المرور وفيما يخص تعليقاتهم حول موضوع صقر بغداد التي بدأت بالجهات المعنية بتطبيقها حاليا. إلى هنا أعود بالكلمة إلى زميلي في الاستوديو ليكمل ما تبقى من برنامجه وأيضا نحن سوف نلتقي في جولات أخرى. شكرا لكم على الإصغاء والانتظار. من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين، متواصل معكم في حلقة هذا اليوم والحديث عن المرور مشاكل لا تنتهي. بالتأكيد يعني من الوصولات اللي تحدثت بهذه الجزئية قبل لا أنتقل لتقرير أو الاستطلاع الذي أجراه زميلنا المبدع أسعد الزلزلي اللي شاهدناه للتو، من الوصولات أيضا أنتقل إلى جزئية أخرى والحديث عن الغرامات. طبعا كنا مع فرض القانون، مع هيبة المرور، مع أن يلزم المواطن بتطبيق هذه المفردات من أجل السلامة أن تكون تعم الجميع. فبالتالي هذا نظام وهذه المفردات يعني معمول بها في كل دول العالم، ولكن أن تصل يعني إلى هذه المرحلة بالتأكيد يجب علينا يعني نضرب بريك ونتوقف أمام هذه المشكلة، هذه الكارثة. الحديث عن أنه الضابط، ضابط المرور يجي ينطي الشرطة المرور اللي متواجد نقول في ساحة عقبة بن نافع، في ساحة عنتر، في تقاطع النداء، معسكر رشيد، في أي مكان مزدحم في بغداد أو في المحافظات، ينطي نقول 20 وصل. هذا 20 وصل وكأنه مبلغ دفع لشرطة المرور، وبالتالي على شرطة المرور أن يرجع للضابط. فيضطر شرطة المرور للأسف الشديد، أنا أحكي عن البعض وليس عن الكل، أنه يوزع هذه الغرامات كيفما اتفق. يعني إذا دوامه يخلص الساعة بثنتين أو بثلاثة الظهر وباقي بجيبة نقول 4 وصولات 5، حتى إذا سايق تاكسي مقروض طالع بسيارته يجيب 15 ألف 20 ألف حتى يجيب له علاقة لبيته، فيجبره أنه يقبل بهذه الغرامة ويأخذ الوصل بأي حجة، أنه ما لابس حزام أو مخالفة أخرى. فبالتالي أعتقد يعني هذا فساد وهذه المشكلة. كم نتمنى من القائمين من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية وفي مديرية المرور العامة
مراقبة هؤلاء. وبعض دول الوطن العربي، وأنا أتذكر تجربة مصر عام 1992 بوضع كاميرات تراقب رجال المرور، مثل ما وضعوا كاميرات في إيران في طهران لمراقبة السيارات اللي تزيد سرعتها أكثر من 100 أو 120 كيلومتر. أيضا يعني أنا مساعد ذكرت مسألة 65,000 دينار لما تشتري سيارة وأنت تكون مجبر أو مضطر بالتأكيد أنه تحولها باسمك، لازم تروح المديرية المرور، وبالتالي عليك أن تعطي 65,000 دينار وتستمر المعاملة يومين أو 3 أيام. مع العلم في قراءة بسيطة لأحد ضباط المرور، رجل فاهم كان عايش في أوروبا، قال والله أنا بإمكاني، وضع جدول ومنهاج أنه بخلال ساعة تتحول السيارة من الشخص الفلاني إلى الشخص الآخر اللي هو مشتريها. أما أن تبقى 3 أيام وفحص، ما هي في بغداد ومفحوصة. المهم عندي أول اتصال في حلقة هذا اليوم، أبو سلام صديقي وصديق البرنامج، أهلا بك يا أبو سلام، والحديث عن المرور بالتأكيد مشاكل لا تنتهي. تفضل يا أبو سلام. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونكم؟ صحة، شلونكم بالقناة؟ الله يبارك بيك. اليوم الحديث عن مديرية المرور العامة. نعم، حول إيش الموضوع؟ حول مديرية المرور العامة والأخطاء فيما يتعلق في مشروع صقر بغداد بالنسبة للسيارات اللي هي بأرقام أربيل، واللي لحد الآن المالكينها الحائزين عليها في بغداد يمشون بسنويات ورقية، مشاكل تتصل بأبعاد الفساد والرشاوة، أنه اليوم إذا أنت اشتريت سيارة وتريد تدق لها رقم تنطي 4 ورقات لبعض مديريات المرور العامة للأسف الشديد، وتنفحص وهي ببيتك. أما الإنسان البسيط اللي ما عنده هذا المبلغ راح يضطر أنه يتاني أسابيع. شو تتحدث عن كل ما موجود من مشاكل في مديرية المرور العامة يا أبو سلام؟ نعم نعم، أولا بخصوص توجيه اللوم والانتقاد لمديرية المرور العامة بصورة مباشرة وواسعة، هذا لا يجوز أبدا، لأنه أنا شخصيا متعامل مع هذه الدائرة ومع هذه المديرية التي تكون كل المحبة والاحترام للناس للعراقيين وخاصة كبار السن. أما موضوع الرشاوى وغير الرشاوى، إحنا ما أقل هذا العمل، يعني ما سامحين واحد قال أنا دفعت رشاوي أو كذا. زين أنت راجعت فنلندا أبو سلام؟ أخرى فيما يتعلق أبو سلام قديم كردستان أبو سلام. نعم، هاي المديريات راجعتها وين، بهولندا أو بالعراق؟ لا بالعراق موجودة. يعني ما شاء الله، إذا هي أكو احترام لكبار السن وماكو رشاوي والمعاملة تنجز بساعة. لا مو ماكو رشاوي، أكو حالات. يعني ما تحس إنه ما تحدثت به وهو مقبول وعلى عيني وعلى راسي، بس بي شيء من المبالغة والتهويل مثلا؟ والله مبالغة والتهويل أكثر شيء، أكثر شيء أنا شفته، يعني حقيقة ما يأخرون أبدا، يهتمون بالموضوع. إذا أنه أنت لازم تعرف أكو عدد هائل من السيارات أكثر من 2,000,000 ودخلت بصورة غير شرعية وصورة شرعية لكن دون أرقام ولم ترسم في حينها، ويعني مشاكل كثيرة. لكن المديرية لحد الآن وضع قاعدة عريضة لتسجيل هذه السيارات، وبقى إلا الشيء القليل. احنا ليش نذنب لهم دائما؟ خلينا نعاتبهم، خلينا نقولهم، خلينا وإذا أكو حالة خلي بلغ عن هذا اللي يشوف أكو حالة رشاوي احنا أو لا بالتأكيد حالة أخطاء، خلي بلغ عنها. ليش الوضع ينتقد؟ لا يعني أنا اللي سمعني يقول هذا بالمرور منتسب بالمرور. زين أيضا يعني هناك أتكلم لك عن حالة مرت بيه. أي تفضل. السيد العقيد اللي هو مسؤول عن مرور الكاظمية ما قبل أن أوقف بالسرع، قال لا أنت رجل كبير تعاملنا على هذا وأنا أفحصك وأنا الممنون. بالمناسبة هذه الحالات الفردية ما نقدر نعممها، يعني احكي لي بالعموم. يعني أنا أهم أقدر أقول أنه المقبور لعنة الله عليه صدام حسين في يوم من الأيام ساعد أحد الفقراء في محافظة ميسان،
هذا مو معناه انه صدام هو غير ظالم وغير. الامثال تضرب ولا تقاس. انا جاي احكي عن منظومه عن سيستم، لا تقول لي عقيد، لا تقول لي ضابط فلاني. انا احكي عن نظام عام شامل في مديريه المرور العامه. انا هذا قصدي يا ابو سلام وانت مثقف. اسمعني استاذ حسام ضاوى عليه، احنا عايشين حالات عديده منها نظام صدام كان رجل الامور ما هو الا بعبع، لا يستطيع احد ان يتكلم معه او يجادله. لكن الان لا، المرور صديق سائق المركبه ومالك المركبه واكو تعامل شفاف و نعم. لكن اكو حالات نعم، لكن ما اللي يريد يرفض هاي الحالات مال الرشاوي خليه يخبر، الاخطاء خليه يخبر، لا يظل ساكت. يا ابو سلام خلينا ننتقل الى موضوع اخر مهم جدا. ابو سلام، موضوع، انت عندك سياره ابو سلام؟ شيء اكيد. نعم عندي سياره. تطلع مرات طرق خارجيه؟ اطلع طرق خارجيه. بالنسبه اذا انه انت تروح اكيد من بغداد الى كربلاء 120 كيلومتر، وهذا الطريق الحيوي اللي سيارات ما شاء الله ذهابا وايابا متدفق، ما بي ولا قطعه ولا علامه مروريه، زين انت رجل المرور فقط تحاسب على حزام الامان؟ لا انا يعني أنا المفروض لا. هناك لا معلومه خلت اخدمك ليها. نعم معلومه، علامات المرور والتكسير والانعطافات وكل شيء لا يمت في صدد المرور، هذه من مسؤولية الطرق والجسور العامة العائدة لوزارة الإسكان أو المواصلات، العفو وزارة المواصلات. ولكن سمعنا أنه المرور العامة يعني يجب أن يكون هناك يعني اتفاق ما بينه وما بين الطرق والجسور. نعم نعم صحيح، لكن أنت تعرف يعني تعرف الوضع اللي يعيش البلد. وضع مأساوي مأساوي من معنى الكلمة، شوارع مليانة مكثفة مزدحمة زحام غير طبيعي، فهذا لازم تعرفه يعني. زين مشكلة الرون سايد بالتأكيد يعني نقع أو نلقي اللوم على المواطن، يعني المفروض المواطن أيضا يكون سند وعون للمرور. ما اي استاذ حسام نعم حتى تستفيد من الموضوع بقى عليه. بالنسبه للرونج سايد، رونج سايد هو مخالفه واضحه كبيره معيبه خطره جدا، ولا يجوز القبول بها. لكن من يحاسب عليها لا يملك الصلاحية الكافية أو القدرة الكافية على ردعها أو لا. أنا وقعت حالة من الحالات أمام مدير المرور العام، جايين يصالحون مسألة عشائرية مع رجل المرور اللي تابع واحد مخالف ضرب الإشارة وما قبل يوقف، فلحقوا وصارت مشاجرة، وبالنتيجة العشيرة ودت يسمونها قواما، وتعال اخذوهم وودوهم ويا مدير الامور العامه، تعال ايش تطلب على هذا وش تقول لهذا؟ هاي حاله طبيعيه، هاي مو حاله طبيعيه. غير طبيعيه. نعم تبعد عن جهل وعن زين. يا ابو سلام شلون تحكي عن بعض ضعاف النفوس اللي سرقوا هذه العلامات المروريه؟ يعني قيل نعم. انه مثل ما ذكرت انه بالتعاون مع المرور العامه من قبل الطرق والجسور وضعوا يعني بداية الطريق المؤدي من كربلاء إلى النجف بعض العلامات المرورية، للأسف الشديد يومين انسرقت كل هذه العلامات، وأيضا كانت هناك تجربة ما بين منطقة كميت إلى شيخ سعد، هذا المشروع أيضا باء بالفشل على طريق الناصرية بصرة أيضا انسرقا. يعني كيف تتحدث عن ثقافة المواطن اللي ينظر، طبعا مو كل المواطنين، البعض ينظر كل شيء خارج بيته هو ملك للدولة ويجب تحطيمه، يجب سرقته. يعني متى نرتقي بثقافة بعض المواطنين اللي ينظرون للحكومة العراقية على أنها عدو؟ نعم هذا السراق، أحب أنا أعرضك بهذا الموضوع. السراق هؤلاء يسرقوها لأجل بيعها لذلك لمعدنها
الثمين معدن هذه اللوحات. نعم اي نعم اي هذه المنطقة اخي. الحقيقة هو البلد يراد واي الى شغلات مو بس اذا تفتح لك بالمرور في كل شيء في كل شيء. فان شاء الله احنا نتمنى ان يكون بالتدرج صير يعني حلول هالمشاكل هذه. يعني هذه يعني أن كأنك تريد ان تصل الى موضوع مهم جدا انه هذه التخبطات الموجوده في مديريه المرور العامه وفي الطرق والمرور يعني بصوره عامه في كل العراق هو متاثر بالجو الغير مناسب بالمناخ السياسي والامني، اليس كذلك؟ هذا صحيح. شكرا لك يا ابو سلام، ممنون منك. شكرا لك. عندي اتصال اخر، عبد الله من البصره، اهلا بك يا عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احب ان ادخل عليك بشكل مغاير للجماعه. طبعا. هذا الشعب العراقي والله العظيم اكثر فاشلين من هاي الدائحه. باقي الشوارع كل شيء ماكو، لا فهم ولا علم ولا حب للحضاره ولا حب للمدنيه. هو ان شاء الله برضى الله بس تلبس بطن كل شيء ما يفكر. حراميه بلشتيه دمروا الدوله العراقيه والله العلي العظيم. وهاي تظاهراتهم فاشلة وضد الحكم وضد الشعب العراقي. لو يفكرون بيها بالمناسبة أبو عبد الله أو عبد الله من البصرة، ما لا يمكن لأي إنسان مع جل احترامه لك أن تصف المتظاهرين بهذه الأوصاف. وبالتأكيد الإنسان العراقي إنسان صاحب ثقافة. وعندما تحدثت مع أبو سلام قبل قليل تحدثنا عن النزر القليل من المواطنين اللي ينظرون الحكومة على أنها عدو. أما بالتأكيد العراقيون أصحاب حضارة وثقافة، ومن حق أي مواطن عراقي أن يتظاهر. وما شاهدناه من المتظاهرين حالة سلمية، ليست هناك أي إطلاق للرصاص، ليست هناك كلمات نابية، ما شفنا أي مظهر أو مشاهد من العراق أو الاعتداء على الآخرين. نعم لكل شخص له وجهة نظر، للحكومة العراقية وجهة نظر وللمتظاهرين وجهة نظر، ويجب علينا تقبل كل الآراء وتقبل كل هذه الوجهات. ولكن يعني للأسف يا عبد الله كان يفترض أن تتسلح أولا بالعراقية التي دائما ما ترتقي بصاحبها إلى صومعة التقبل ودخول قلب قليب السامع والآخرين دون استئذان. العراقي مثقف، العراقي ينتقي كلماته بجمال. أما أن تصف كل العراقيين نشال ولصوص، لا بالتأكيد يا عبد الله. وأنا ما أريد أن أبي حديثي وأول، ولكن أنا أشم رائحة تحزب في كلامك، وأيضا هناك يعني اندفاع كبير جدا، وهذا دليل على أنك تنتمي إلى جهة أخرى. عبد الله أبد ما يمثل حقيقة الإنسان العراقي. نجم من بابل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك يا نجم. شلونك أستاذ؟ أنا بخير يا نجم النجوم. الله يجعلك بخير. الله يحفظك ويسلمك يا نجم. الله يسلمك. أقول لك أستاذ بالنسبة للمرور مشاكل لا تنتهي. أي والله خلنا نسولف. أي والله أستاذ يعني ضيم تروح تدفع هناك حقد مروري 30. نعم. تدفع سباي كار 20. تدفع رسيم 50. بالعافية. هاي صارت 100 أستاذ. 100 وأنا عامل مال بناية، زين أنا منين أجيب هاي؟ وهي سيارة تعبانة موديل 93 94. الله يكون بعونك. أنت يا نجم. الله يوفقك. زين أستاذ. خلي يسوون حالها، يسوون كار ما ياخذ 50 رسم، خلي ياخذ 10 رسم. حلو، رأيي سديد وجميل. مكان ما ياخذ عقد مرور ب 30، خلي ياخذ 5 عقد مروري. تريد الوصل توصلين صوتنا ساد المديريات المرور العامه كلها، يعني مو بس بغداد. يعني بابل نفس الحاله، كربلاء نفس الحاله، نجف نفس الحاله، كل الهيك. زين نجم من بابل،
نعم استاذ. خلينا نفتح موضوع التجارب العالميه عفوا وليس العمليه. وان كانت هي ايضا عمليه. في فنلندا انه الشارع اللي سايدين هناك كاميرات وهناك اجهزه تحسس تجبر المواطنين انه تمشي بسرعه 100 كيلومتر فوق ال 100 بدرجه تغرم تسجن تنسحب سيارتك يعني تتبهدل يعني تكره السيارات من ألف لا يأها. سايد واحد تمشي 80. لما سألوا الفنلنديين المسؤولين أنا أحكي عن العراقيين اللي في فنلندا يا بليش قال له حتى توصل البيتك سالم صح أخرناك ساعة ونص أو ساعة بدل ما توصل من المسافة الفلانية من سين إلى صاد اللي هي 180 كيلومتر على سبيل المثال توصلها بساعة ونص خليناك توصل بساعة ونص حتى توصل لأهلك سالم. هذه التجربة ليش ما تعمم في العراق خصوصا وأن كل طرق العراق حتى السايدين أصبحت طرق موت. سابقا السايد واحد كان نسمي طريق موت اليوم حتى السايدين هو أيضا طريق موت. كيف تتحدث يا نجم يا رائع يا مثقف؟ رحم الله والديك الساد. نعم إيه يا نجم تفضل. انقطع اتصال نجم. وأيضا إذ ما تحدثنا عن فنلندا وعن هذا النظام الهائل قد يكون يعني بالتأكيد العقل والمنطق يضعنا أمام تساؤل وسؤال مهم جدا. يعني هل هناك فارق بسيط؟ هل هناك نسبة بين فنلندا والعراق؟ بالتأكيد اللي هو سحيقة والفارق شاسع. فخلونا نيجي لدول الجوار ونشوف الشكو بعمان عاصمة الأردن وشكو بطهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكو في بعض البلدان الأخرى. في طهران أنه تمشي أكثر من 120 كيلومتر رأسا الكاميرا صادتك وهناك غرامة قصرا جبرا تدفعها. فبالتالي هذه إيران اللي أكبر من العراق بثلاث مرات وثلث لما نسوي إحصاء رقمي بين نسبة الحوادث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أغلب طرقهم طبعا هي طرق وعرة طرق جبلية يعني عكس العراق بالتأكيد يعني طرقهم أصعب بالنسبة للسائق ولكن طبعا أيضا هناك فرق في نسبة الحوادث. واليوم دليلنا على ما نتحدث به هو مواقع التواصل الاجتماعي. افتح الفيسبوك عبارة عن سيارات محطمة مهشمة وكأنك تشاهد فيلم رعب كأنك تشاهد برنامج السلامة العامة اللي كان يبث من القناة العراقية يعني إبان الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. هذا كله يقودنا إلى يعني إلى تساؤل مهم جدا. متى تكون شوارعنا نموذجية؟ متى نشاهد هذه الطرق وهذه الشوارع وهي معززة بالعلامات المرورية اللي تساعد السائق باجتياز هذه المسافات الطويلة دون حوادث ترتكب؟ أيضا متى نشاهد الإشارات وليس العلامات الإشارات المرورية في بغداد تعمل دون وجود ما أعرف 5 إلى 6 رجال من شرطة المرور؟ وش وقت نشاهد اليوم المواطن العراقي يبتعد عن ثقافة الرونج سايد يعني رون سايد احنا اللي نسميها بالعامية وجملة من الحوادث اللي صارت في منطقة الكرادة والجادرية وشارع فلسطين خصوصا بين الدراجات والسيارات بهذا الخصوص بسبب عدم وجود الثقافة المرورية لدى المواطن. يا جماعة الخير هذا عراقنا هاي مسؤولية بأعناقنا. احنا لما نقول نحب العراق مو نحب لقلقة لسان مو نحب بقصائد الشاعر الفلاني أو العلاني. حب العراق عمل. حب العراق يجب أن يتحول إلى سلوك يعزز إلى واقع نشاهده في عملنا وليس في تصوراتنا وهذه الكلمات المموسقة يعني إذ ما كانت بمفردها فهي لا تغني ولا تسمن من جوع. علينا أن نكون واقعين علينا أن نكون عمليين practicals وعلينا أن نستفاد من تجارب دول العالم الآخر. في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الكل
يتصور على أن الولايات المتحدة الأمريكية أنه الخمر في الشارع أجلكم الله، أنه المراقص والملاهي لا نعم هي موجودة، ولكن هناك ضوابط وهناك قوانين صارمة. اللي يكون ثمل ويقود سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعلم عزيزي المشاهد سجن سنة كاملة 12 شهر؟ وأنا أحد أصدقائي المترجم المهندس الأستاذ علي كاظم اللامي، وهو كاتب يعني عراقي معروف، أقسم لي بأغلظ الأيمان أنه حضر أكثر من دعوة قضائية أو محكمة بالنسبة للعراقيين والأمريكان أيضا اللي تم حبسهم أو سجنهم لسنة أو أكثر لأنهم كانوا ثملين يعني محتسين الخمر أجلكم الله، وهم يقودون السيارة قد يكون طبعا إن كانت سرعة جنونية أو سرعة اعتيادية. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي رفعت يافطة الإنسان واحترام الإنسانية، ولكنها حافظت على الذوق العام من أجل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد رقم واحد، لأن الإنسان عندهم رقم واحد. كل ما تحدثنا به من أخطاء كان بخصوص الوصولات، جانب المعاملات، بخصوص الشوارع، بخصوص عدم الاستفادة من تجارب دول العالم الآخر بوضع كاميرات تراقبنا. السواق اللي يعني يسوق بسرعة متهورة يدلل على أن العراق بالتأكيد خلى الإنسان رقم ما أعرف ألف في أبجدياته، وهذا هو أساس مشاكلنا وأساس لوعاتنا وأساس كل خساراتنا، اللي أنا دائما أقول لا تتفق ولا تتسق مع حجم وكفاءة ما يمتلكه العراق من تأريخ موغل بالقدم. أيضا راح أرجع لهذا الموضوع القديم الجديد، أنا دائما قد يكون إذا أحكي موضوع سياسي يجي بلساني، موضوع أنه هو شارع سايدين، تخسفات بسيطة تنتقل من هذا الشبر إلى من هذا المتر إلى المتر الآخر، ويتحول التخسفات اللي كانت نقول بنص كيلو صارت 20 كيلومتر. الحديث عن هذه الوصلة الموجودة بين شيخ سعد وعلي الغربي، وأيضا رجعنا إلى المربع الأول، إلى مشكلة السايد واحد ومسافة 20 كيلومتر أو أكثر بقليل، وما شاء الله الحوادث يوميا في هذا الشارع اللي هو سايدين واللي كان سايدين وبيه حوادث. فكيف أنه هذا 23 كيلومتر بين شيخ سعد وبين على الغربي وأنت ذاهب إلى ميسان أو للبصرة؟ بالتأكيد راح نشاهد الكثير من السيارات المحطمة على جانبي الشارع بسبب أنه أصلا الشارع سايدين وبيتخسفات. يعني حتى أنا أحكي عن التخسفات غلقوه، خلونا بالشارع الثاني أيضا هو بيتخسفات ولكن أقل من شارع الإياب، ولكن أيضا هذا لا يمنع من وجود الكثير من الحوادث. تحدثنا عن الحوادث اللي موجودة في طويريج وطريق بغداد كربلاء وبين كربلاء والنجف وبين كربلاء وبين الحلة. علينا أن نرجع مرة أخرى والحديث عن مشروع صقر بغداد اللي قائد عمليات بغداد الضابط العميد الركن عبد الأمير الشمري يعني كان عنده فرد وجهة نظر من هذا المشروع الذي يراد منه هو مراقبة سيارات بغداد. قال يابا فقط أنه حصرا اللي السيارات اللي موجودة بالعاصمة واللي رقمها بغداد، بينما المسؤولين في الحكومة العراقية رفضوا ذلك وقالوا كل السيارات اللي بغداد، يعني حتى ذا سيارة في منطقة الأعظمية ومدينة الصدر هي في بغداد ورقمها ناصرية موصل أربيل ميسان أيضا يكون لها هذا ما أعرف السيم كارت أو هذه البطاقة. أبو علي انقطع اتصاله، يا رب يعاود الاتصال مرة أخرى، وإن شاء الله نسمع صوته مثل ما سمعنا صوت أبو سلام وكذلك صوت نجم، وإن شاء الله أعتقد أبو علي عاود الاتصال مرة أخرى. ألو من وياي؟ ألو أبو علي مو مرة أخرى؟ لا مو أبو علي ظاهر. ألو
أبو مريم من ميسان، أهلا بك يا أبو مريم. مريم دخيلك لا تمر ساعة مريم. وعليكم السلام، أهلا بك يا أبو مريم. تحيات لك ولأخ هذا البرنامج. الله يحفظك والكل يسلم عليك. اللهم يحفظك وجاء محمد وعلي محمد. حتى زميل المصور سيف علي دا يسوي لي هيك. طرح أطرح عنه. أيه. يا ريت يعني بهاي الحلقة هذا سؤالي أسألكم حلقة شيء على هذا الموضوع. يتفضل. السلام العزيز يعني هذا تفتح على الكيلومتر أو على هاي السرعة ما شيء أكو شيء أخطر أخطر على المال العام. إيه ألا وهو. ألا وهو سيارات الحمية، ليش الحكومة ما تكفر محطات الوزن المحوريين؟ يعني يا ريت نشوف ان هذا الموضوع رحمه الوالدين. ايش بيها سيارات الحمل؟ حفاظا على الشوارع. القضاء على الفساد، ايرادات للدوله على المحافظه على الاقل نص مليار بالشهر يروحها. من غير الفساد راح تقضى علي. هي بسبب هذه الرشاوى بين اصحاب المركبات اصحاب التريلات وبين اصحاب الميزان اللي يسمونه طوناج. والطوناج يعني الحكومه فرض عليهم ما اعرف 20 طن 30 طن. بالمنفذ خلنا نغلط بعض بخير استاذ العزيز. بالمنفذ مال الشين اكو تجار. اي يعني تجي سيارتين ايرانيات يحملون سياره عراقيه شيء 50 طن. شيء يسجلونه؟ يسجلونه 36 طن والباقي بديافهم. والله العظيم على الاقل ب 300 سياره 400 سياره يوميا تطلع من عنده وتدخل حساب يعني ب 30 مليون 40 مليون يوميا تطلع من المنفذ. فيا ريت يعني من جنابكم يخصصون حلقه حول هذا الموضوع يعني ونحن انا كواطن بسيط احمل الجهه المعنيه اللي معطل هذا المشروع. يعني اول شيء ايرادات الدوله هتجيب ياخذون الرسوم على السبايكر ما يسمونه وعلى المريض وعلى غيرها يعني هذا يعني مثل ما يقول شوف والدوله مستفاده يعني ليش مكفيني هذا على الزعامه كم فاسد. جميل جدا خدمتك يا ابو مريم. وايضا حديثك يقودنا الى مساله مهمه جدا انه المفروض ليش 20 طن حتى يكون الشارع نحافظ على سلامه الشارع. لما يصير 40 طن راح يصير اكو تيبر يعني اكو تخسفات بالشارع لان حمل زايد. هذا الشارع هو الله يساعده شويه تلبقى الشمس على قولة اهلنا يموع. لان مو تقول اكو صب كونكريت جوا ونوب اكو اسفلت طبقه من الاسفلت من القاع وقبل الاسفلت فبالتالي ما يتحمل هذه الاطنان ما يتحمل هذه الحمولات الزائده. انا ممنون منك يا ابو مريم. عندك كلام تقدر تكمله تفضل. تجريبي 110 طن تحمل سياره و80 طن حمل سياره على الاقل 70 طن سياره تحمل. سياره يعني عبر قناتكم تناجون المسؤولين يعني ليش هذا التقابل؟ هذا جماعه تقابل والله العظيم يعني هذا بوخذ المال العام. اول شيء سياره شوارع امتاز فساد حدث ولا حرج. وشيء ثاني هو المال العام راح يزيد المال العام يعني هاي فلوسه راح كل جبار يحصلها يقول له بربع مليار بشهريته ليش ايش هاي الثروه هاي يعني بس والبيب هذا المال ما تقول. زين ابو مريم شنو رايك الان بطريق بغداد ميسان القديم؟ يا انت غير غير سووا بالبيام لما بالعمار عشان تعرف هذا نظام كبيرك الله يعني ما يمشي فيها تعال لك يعني تجي وشوف الشوارع منتهي شيل السبب يعني ما يعني لا خطونات وحمل ثقيل والله ما على الله ما تقول فعلاجك انت او الطيبين الخيرين انا كمواطن بسيط وخدمتكم يعني والله العظيم ما عليك فرق قلب على المال العام كبيرك الله يعني انا ناقه ولا جمل بس يعني ليش يجي؟ زين سوها ابو مريم شلون نشوف اداء المرور في محافظه ميسان بالنسبه لحالات التنظيم بالنسبه للمعاملات هل هناك روتين مقرف؟ لا ما المعاملة زينه بس انا اقول لك على الاجازه يحاسبون على غير يحاسبون هاي والله قانون هذا لكن ليش ما يحاسبون على هاي المصيبه هاي الكبيره الهافه يعني اخطر من ذلك يعني دمر الرمادي ودمر صلاح الدين ودمر الموصل هذا الفساد دمر المعارف الجنوبيه سبيلك الله. جميل جدا يا ريت يعني عبر قناتكم واشكركم على ساعه الصدر يعني بالعكس يا تتصلون ب
بالجانب يعني ليش نسلم هذا التأخير؟ ليش ما التواطؤ هذا؟ والله أنا ممنون منك يا أبو مريم، ودائما ما شاء الله الميسانة هالثقافة ودراية ومحبة، شكرا لك يا أبو مريم، وعسانا أنه في كل حلقات أن نلامس شغاف قلوبكم الطيبة من خلال هذه الموضوعات التي هي موضوعاتكم، ولنا شرف كبير جدا بأن نطرحها على طاولة النقاش ونسمع هذه الأصوات، نسمع هذه الآراء اللي هي دليل على عراقيتكم ووعيكم. شكرا لك يا أبو مريم، وبالتأكيد يعني دائما احنا في كل الحلقات ما يهمنا هو ان نضع الهم العراقي، الهموم العراقيه امامكم، نتجاذب اطراف الحديث حولها بكل شفافيه، بكل مسؤوليه، بكل اعلاميه، بكل جراه وبكل روح اقدام. بالتاكيد يعني مديريه المرور العامه كغيرها من مؤسسات ودوائر الدوله العراقيه، فاللي نتمنى أنه هذه الرسائل اللي وجهناها واللي استمعنا إليها من قبل المواطنين اليوم اتصلوا تصل إلى كل مسؤول في هذه المديرية، عساهم أن يرتقوا بعملهم من أجل شوارع راقية وجميلة ومرور سليم وشفاف. وعندما ننظر إلى بغداد بعين الصقر يعني من الأعلى إلى الأسفل أو إلى العراق برمته، نشاهد هذه السيارات كيف تلون وتتحرك على أرض العراق مثل ما تتحرك السيارات بكل رشاقة في كل دول العالم. لا نريد حوادث ولا نريد أخطاء خصوصا بجزئيات معاملات نقل الملكية. دائما وأبدا في الإعداد والتقديم أنا محدثكم حسام البهادلي في برنامجكم للإصلاح عنوان من على شاشة قناة بلاد الفضائية، قناة كل أبناء العراق الغيارة. إلى اللقاء.